أعلن وزير الصحة الجزائري في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد بعد فحص مواطن إيطالي ظهرت عليه أعراض المرض. يأتي هذا بينما عززت دول أوروبية إجراءاتها لمنع انتشار الفيروس الذي وصل إلى بلدان جديدة بينها سويسرا والنمسا وكرواتيا. من جهته اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بإخفاء حقائق حيوية عن انتشار الفيروس القاتل فيها. ربما لم يكشف الفيروس الشرس عن وجهه القبيح بعد، باق ويتمدد يتجول بين المدن والبلدات. كورونا رعب يعبر القارات. مشاهد من ووهان الصينية تستنسخ هنا في إيطاليا. الصين مصنع العالم، وإيطاليا من السبع الكبار الأكثر تصنيعا بين الدول. بعيدا عن ووهان وصل الفيروس إلى الجزر السياحية البعيدة. مئات من نزلاء هذا الفندق في جزر الكناري الإسبانية محتجزون، وقد حل بينهم طبيب إيطالي يحمل العدوى. كورونا يقهر الأقوياء والأثرياء، وعلى طابور طويل تنتظر الدول دورها. هكذا كان حال شعوب الأرض قبل قرون مضت، تتفرج على الأوبئة وهي تفتك بها دون أن تكون قادرة على وقفها. لم يتوصل العلم بعد إلى لقاح مضاد للفيروس، واحتياطات الحجر على الأشخاص والمدن لم تفلح كثيرا في كبحه. صحيفة نيويورك تايمز تحذر دول الجوار الإيراني من أن يفتك بها الفيروس، وقد باتت إيران أكبر معقل له بعد الصين. الشرق الأوسط بمآسيه وحروبه، بدوله الكثيرة التي تعيش حالة لا دولة، يتربص بها الفيروس. ما الذي سيفعله الفيروس بهؤلاء الهاربين من الموت في أرجاء سوريا؟ خيامهم لا تقي من البرد، وسوء التغذية يقلل من مناعة الأطفال وكبار السن. آخر ما يتمناه هؤلاء المعذبون بالحرب عطسة طائشة من مصاب يحل بينهم. في اليمن ما زال الناس يموتون بالجوع وأوبئة الأزمنة الغابرة، وفي العراق يحتار المحتجون بين كمامات تقيهم الغازات وأخرى تبعد عنهم الفيروس القاتل وقد وصل إليهم من إيران المجاورة. لبنان والعراق والبحرين والكويت ودول أخرى تحتاط في علاقاتها مع إيران، مخاوف صحية وللفيروس أعراض دبلوماسية أيضا. تصفية حسابات في زمن الكورونا، يتهم وزير الخارجية الأمريكي طهران بإخفاء حقائق بشأن انتشار الوباء، وهو الاتهام ذاته الذي تواجهه بكين. وقد انزعجت الصين رغم أن التهمة أثبتت عليها بإسكات الطبيب الذي دق ناقوس الخطر وصار رقما على عداد كورونا. من جانبها نفت وزارة الصحة المغربية إصابة مواطنين بفيروس كورونا، وأكدت أن بعض ما تناقلته المواقع الإلكترونية من تسجيل إصابات مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة. كما رفعت السلطات الصحية في المغرب درجة تأهبها في مختلف النقاط الحدودية والمؤسسات الصحية المرجعية. السلطات الصحية المغربية ترفع درجة التأهب الصحي في مختلف النقاط الحدودية والمؤسسات الاستشفائية. هلع الإصابة بفيروس كورونا اتسع بشكل بات يبعث على القلق، خاصة وأن أعدادا كبيرة من المغاربة تعيش في بلدان أعلنت سلطاتها عن وجود إصابات بالفيروس فيها كإيطاليا. مصطفى مهاجر مغربي مقيم بإيطاليا اضطر إلى تأجيل سفره خوفا من الفيروس القاتل. عدد كبير من المغاربة راهم حاصرين في كثير من المدن الإيطالية وخايفين من المرض. حتى أنا راه أجلت السفر لإيطاليا وخا عندي الخدمة والتزامات، ولكن ما قديش نمشي حتى المدينة اللي فيها محاصرة. إلى ذلك استنفرت وزارة الصحة المغربية أجهزتها بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية لتشديد إجراءات المراقبة وإخضاع أي حالة تحوم حولها شبهات أو أعراض معينة للفحص الدقيق. الإجراءات اللي دارتها وزارة الصحة في المستوى ديال الدول المتقدمة، يعني دارت الاحتياطات اللازمة. بون الدول المتقدمة كانوا تيديروا 14 يوم، وزارة الصحة دارت 20 يوم ديال العزلة ديال الناس اللي كيجيو من المناطق اللي هي حساسة بالنسبة لهذا المرض.
إلى ذلك جددت السلطات الصحية المغربية نفيها تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بالبلاد، وأن الحالات التي رصدتها المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية قد ثبتت إصابتها بالأنفلونزا الموسمية وليس بفيروس كورونا، وأن ما يروج له يبقى مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة. بالرغم من تطمينات وزارة الصحة المغربية إلا أن خطر فيروس كورونا يبقى قائما، خاصة في ظل انتشاره السريع بدول أوروبية تتواجد فيها أعداد كبيرة من الجالية المغربية. كريم القرقوري، العربي، المحمدية، ضواحي الدار البيضاء. وفي وقت يتخوف العالم من إعلان تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي، نستعرض في هذا العرض أكثر الأوبئة فتكا في تاريخ البشرية والتي اجتاحت العالم عبر مراحل مختلفة فوفق أحصاءات نشرتها منظمة الصحة العالمية. نبدأ من طاعون جستينيان الذي ظهر في آسيا وأفريقيا وأوروبا بين عامي 541 و542 للميلاد. راح ضحية هذا الوباء 100 مليون شخص. الطاعون الأسود ظهر عام 1347 وتفشى لمدة 13 عاما في أوروبا وأفريقيا، وفتك بحياة 50 مليون إنسان. في العام 1918 ظهر وباء الإنفلونزا الإسبانية وتسبب في موت أكثر من 20 مليون إنسان. أما الإنفلونزا الآسيوية فقد انتشر عام 1957 وقتل نحو تفشى في الصين وسنغافورة وهونغ كونغ والولايات المتحدة الأمريكية، وأدى إلى وفاة مليون شخص. وأخيرا مرض فقدان المناعة المكتسبة الإيدز الذي ظهر لأول مرة في الكونغو بالقارة الإفريقية عام 1976 وأدى بحياة نحو 32 مليون شخص في مختلف بلدان العالم. طبعا الإنسانية تمكنت من القضاء على هذه الأمراض عبر اختراع أو إيجاد أدوية وتقليل من شأنها. نناقش هذا الموضوع عبر سكايب من مدينة نيوكاسل البريطانية مع دكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين سابقا. دكتور، هل تعتقد أن الدول التي تعلن تسجيل حالات لفيروس كورونا تقول الحقيقة بشأن الأرقام؟ من الصعب التأكد من الأرقام اللي بتقولها الدول، يعني لأن الموضوع بيخش في ناحية الأمن القومي. إذا كانت الدول دي تخشى على أمنها القومي أو تخشى من حدوث حالة ذعر في البلاد، طبعا في البلاد اللي فيها ديمقراطيه وفيها شفافيه وفيها حريه في الاعلام وكده ممكن تلاقي الارقام اقرب للصدق، لان من السهل الاكتشاف يعني. لكن في دول مغلقه زي دول الصين او بعض دول الخليج العربي ممكن تلاقي الارقام صعب الحصول عليها، واذا كانت الحكومه بتكذب بخصوص الارقام فمن الصعب الاكتشاف ده. تعتقد ان هذه الدول تقوم بذلك من باب الحرص على صورتها كي لا تظهر امام المواطنين بانها عاجزه عن مواجهه هذا الامراض، خصوصا في الانظمه غير الديمقراطيه؟ بالتأكيد، يعني في الصين لما حصلت بداية انتشار الكورونا في مقاطعة ووهان كان في تعتيم على المرض نفسه بصورة مبالغ فيها، لدرجة ان في ناس كثيرة اصيبت به، واللي كان الأطباء بعض الأطباء اللي أعلنوا عن ظهور المرض ده تم اعتقالهم بحجة انهم بينشروا اخبار كاذبة وبيثيروا الذعر في الشعب. لو كانت تمت التصديق على كلامهم واتباع الاحتياطات والإجراءات اللي تؤدي إلى تحديد المرض أو عدم انتشار المرض كان ممكن السيطرة عليه بدري شوية، كان ممكن تكون الأمور أحسن من كده، خصوصا أن كل الحالات كانت لها علاقة بسوء معين للحيوانات الحية. نعم. موجود في وسط مقاطعة ووهان. طب دكتور محمد فتوح، الآن تم تسجيل عديد في الواقع من الحالات في الدول العربية، في الخليج، في مصر، في لبنان، في العراق، وقبل قليل قرأنا على رأس هذه النشرة حالة في الجزائر. هل ترى أن الدول العربية بإمكاناتها الطبية تستطيع احتواء هذا الفيروس أو على الأقل الحد من عدد الإصابات؟
نتمنى ذلك. يعني هي احنا دلوقتي في معركة وقت ما بين انتشار المرض وما بين اكتشاف مصل او لقاح او علاج للمرض ده. فطبعا من الصعب ان الدول العربية تقوم باكتشاف المصل او اللقاح، لانه محتاج تكنولوجيا ومحتاج عزل الفيروس اولا ثم لا نتحدث عن الوقاية. فطبعا الدول العربية من الدول اللي لو انتشر المرض فيها هتبقى ليه تبعات خطيرة جدا، نظرا للإمكانيات المحدودة، الخبرات المحدودة برضو في التعامل مع الأوبئة بالشكل ده، ونظرا لأن في بعض الدول العربية في يعني مفيش حرية إعلام كافي او حريه نشر معلومات بحيث ان احنا نقدر فعلا نحدد اعداد المصابين والجغرافيا بتاعه انتشارهم. كمان في مشكله ان هي في معظم الحكومات العربيه بيبقى في ضعف في الثقه ما بينها وبين الشعوب بتاعتها. اهم حاجه ان يكون نعم في ثقه في شكرا لك دكتور محمد فتوح عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين من مدينة نيوكاسل شمال شرقي إنجلترا، شكرا جزيلا. مشاهدينا، على أي حال انتشار كورونا في إيران شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. مها رزق تنقل لنا بعض تفاعلاتهم. مرحبا مها. أهلا وائل. السلطات الإيرانية تواجه تهما متجددة بالتستر على عدد الإصابات بفيروس كورونا وبقعة انتشاره. آخر المتهمين أو متهمين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي دعا إيران لقول الحقيقة والتعاون مع منظمات الإغاثة لاحتواء الأزمة. الحصيلة الرسمية الإيرانية سجلت 90 مصابا و15 حالة وفاة حتى اللحظة، لكن أثيرت شكوك حول أهلية السلطات في التعامل مع تفشي الوباء، لا سيما بعد انتشار فيديوهات يظهر فيها نائب وزير الصحة إيراج حريرجي خلال مقابلة تلفزيونية ومؤتمر صحفي، وتبدو عليه علامات إعياء بشكل ملحوظ تشبه أعراض فيروس كورونا. ما فکر کنم الان میخواین بفهمید که اون خوابگاه دانشجویی هم قرنطینه شد. موزشی و هشدار و اینا که مردم بدونن انجام شده بود و الان هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی داشتی مربوط به پیشگیری از انتشار ویروس کرونا و مقابله با آن را اتخاذ نماید. حريرجي اكد في فيديو اصابته بالفعل بالفيروس وقال انه في حجر صحي. اطلاعاتون برسونم که منم کرونایی شدم. من از دیروز تب داشتم، تست اولیم آخر شب از دیشب خودم نهایی قطعی شده، دارم درمان رو شروع میکنم، حال عمومی بد نیست، خوبم، یه مقدار کوفتگی دارم، تب داشتم که انشالله کم میشه. هذا الفيديو أثار اتهامات للسلطات بالاستهتار بصحة المواطنين، لا سيما وأن الرجل كان على اتصال بالمسؤولين والصحفيين على مدار الأيام الماضية. وعلق عمار البعداني قال: كارثة، وجودك واختلاطك بالآخرين وأنت مصاب بكورونا يعتبر اعتداء عليهم وتعريضا لحياتهم للخطر، كل من التقى بك ينبغي أن يخضع للحجر الصحي. ومن ضمن المصابين أيضا النائب الإصلاحي محمود صادقي الذي وجه رسالة رئيس السلطة القضائية قال فيها: أصبت بكورونا وأوجه هذه الرسالة في ظروف لا أملك فيها أملا بالاستمرار في الحياة. عائلات المعتقلين الأمنيين السياسيين يطالبون بالإفراج عن أبنائهم منعا لتفشي الفيروس للسجناء وحتى يكونوا إلى جانب أسرهم في هذه المحنة. أما المؤرخ أفسون أوسوفتار قال في تغريدة: ما يجعل تفشي فيروس كورونا في إيران أمرا مدهشا على نحو خاص هو انتشاره في الدوائر الرسمية. لا يمكنني التفكير في سابقة تاريخية واحدة حيث كانت النخب الحكومية أكثر عرضة للخطر من عامة الناس. هذه فقرتنا عن كورونا في إيران، ولنا وقفة أخرى. عودة إليك وائل. شكرا مها. شكرا.